هاي ايفريوان، ويلكم باك تو ماي شانل. سو توداي ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد اللي خاص بالفانكشن اكسبرس لاك اوف اندرستاندين اند اسكين فور كلاريفيكيشن. شنو كنعنيو بهذا الشيء هذا اللي قلنا دابا؟ فور اكزامبل، شي واحد قال لك شي حاجه كما غادي نشوفوا في الدايلوغ اللي عندنا هنايا. شي واحد قال لك شي حاجه وانت ما فهمتيهاش، سو كيفاش تعبر على عدم الفهم ديالك داكشي اللي قال؟ سو هي اكسبرس لاك فور اندرستاندين، كيفاش تعبر على عدم الفهم ديالك. ولا بغيتي تطلب يعني انه يزيد يوضح لك، كتسمى asking for clarification. سو اليوم ان شاء الله غادي نشوفو some expression lack for understanding، وغادي نشوفو يعني بعض العبارات باش نسولو على توضيح for asking for clarification. سو اول حاجه خصنا نتعرفو على واحد كلمات مفتاحيه اللي غادي تعاوننا بزاف في الدرس هذا، then K vocabulary. اول حاجه واللي هي understand. understand كنعنيو بها فهم. for example ممكن يقولك شي واحد شي حاجه تقولو I don't understand you، ما فهمتكش. so understand كتعني فهم، الفهم. okay explain مثلا، can I explain please. اذا explain كتعني الشرح، الشرح. okay explain الشرح. clarify كتعني وضح. clarify هي clarification، هي التوضيح. اذا clarify وضح، يعني المرادف ديالها هي elaborate. elaborate هي كتعني وضحها، سو ممكن clarify or elaborate. مثلا صافي راه طلبتي شي واحد انه يعاود يشرح لك داكشي اللي قال، وغايقول لك I mean، غايكمل، يعني كنقصد بانه غايكمل. سو mean كتعني قصد. اوكي mean قصد. سو هادو واحد الكلمات اولا واحد الفوكابولري اللي مهم بزاف. اوكي then understand, explain, clarify, elaborate and mean. okay دابا غادي ندوزو لواحد الدايلوغ. okay so هاد الدايلوغ هذا غادي يزيد يقربنا للدرس مزيان. عندنا جوج ديال الشخصيات، كنزة اند لينا. okay نبداو بكنزة. شنو غتقول؟ hi dear, do you know this teacher is very cool, he has a sense of humor. so hi dear, سلام عزيزتي. do you know، واش كتعرفي؟ this teacher، الاستاذ هذا، is very cool، يعني واحد الاستاذ اللي مزيان. he has a sense of humor، عنده واحد الحس ديال الفكاهة. he has a sense of humor، هذه كنا شفناها في اليونيت 2 في الفوكابولري ديال هيومر، الفكاهة. كنا شفنا sense of humor، هذه راها collection. اوكي تشوفوا الفيديو sense of humor. إذن هاد كنزة هي هضرات، قلت بأن هاد teacher هذا is very nice, he has a sense of humor. لينا شنو غتقول ليها؟ sorry I didn't grasp your point. sorry I didn't grasp your point. يعني سمحي ليا ولكن راه ما فهمتش النقطة ديالك. اوكي ما فهمتك شنو قلتي بهاد المفهوم هذا. could you clarify that please. could you، واش يعني عافاك؟ clarify شنو قلنا؟ clarify وضحها. سو واش ممكن توضحي that please، هادشي عافاك؟ سو هنا شنو كنشوفو؟ sorry I didn't grasp your point. قبل ما نخرج شوية على الدرس نهضر لكم على هاد I didn't. هنايا يجي شي واحد غيقول لك علاش ما درناش I don't ودرنا I didn't. listen to me، don't كنديروها فاش كنديرو شي حاجة في present. okay في present، ولكن didn't شي حاجة في past. سو هي راه هضرات، قالت ليها انا ما سمعتش، يعني ما فهمتش داكشي اللي كنتي كتقولي. يعني كانت كتقول راه قالتها، ما قالتهاش داك الساعه، قالتها شويه من قبل. سو غتستعمل ديد لان شي حاجه طرات في الباست. اوكي ولكن الا كانت شي حاجه في البريزنت راه كدير دونت. سو هادي هي الديفرنس بين دونت اند ديدنت. اوكي مزيان. اذا نرجعوا للدرس ديالنا. سوري اي ديدنت جراسب يور بوينت. اذا هنايا شنو كتسول اولا كتعبر على عدم الفهم ديالها. اوكي سو اكسبرس لاك فور اندرستاندين. اذا هنا شنو غادي تسول؟ على التوضيح، تطلب توضيح. could you clarify that please. so asking for clarification. then اعيد، sorry I didn't grasp your point. هذه شنو هي؟ اكسبرس لاك فور اندرستاندين، يعني كتعبر على سوء الفهم ديالها او على انها ما فهمتش. وباش تطلب توضيح استعملت هذه العباره could you clarify that please. اوكي سو هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، داير على هاد تو سنتنس. نزيدو نكملو. كنزه طبيعة الحال غتشرح ليها with pleasure، يعني على راسي وعيني بكل فرح وسرور. I mean يعني اقصد. I mean
فدي قلت لكم I mean he always tells a funny and humorous jokes. يعني كيقول دائما a funny يعني شي حاجة اللي مضحكة and humorous بحال نفس المفهوم شي حاجة مضحكة jokes jokes يعني كيقول نكت اللي هي مضحكة. هذا الجواب ديال كنزة. سو هنا كنزة شرحت ليها وباش بدأت الجملة ديالها I mean أقصد. نايس. سو لينا نترد عليها غتقول لها اه he must be very vases. So قلت لها يعني كيبان ليا اولا كيبان اولا من المؤكد yes he must من المؤكد انه حيوي. So هنا must عندها جوج ديال المفاهيم كاينه must كنعنيو بها يعني شي حاجه اللي ضروريه و must فوالا يعني شي حاجه اللي ضروري من المؤكد وهذا هو المفهوم اللي عندنا في هاد الجمله هذه he must be very vivacious. نايس. So دابا تعرفنا على هاد المثال هذا اللي زاد قربنا اكثر للدرس. دابا غادي يعني غادي ندخلوا للدرس نيشان. إذن اول حاجه غادي نشوفوا express the lack for understanding كيفاش نعبر على سوء الفهم ديالي ولا انني ما فهمت شي حاجه. سو هنا عطيتكم 4 ديال الامثله خذوا وحده فيهم وبقى توظفها في داكشي ديالك. إذن اول حاجه sorry I don't understand. sorry اسمح لي I don't ما فهمتكش. so I don't understand لم افهمك. Okay, so هادي مزيانة. Sorry, I don't understand. أو I don't understand you. تاني حاجة, I'm not sure I got your point. I'm not sure I got your point. يعني أنا متأكد بأنني راني زعما التقط داكشي اللي بغيتي تقولي. بمعنى أني ما فهمتكش. Okay, so I am not sure. أنا كمان متأكد. I got your point. I don't see what you mean. مازال ما شفتش داكشي اللي بغيتي أو مازال ما شفتش شنو كتقصد. ستادير مازال ما وصلتنيش مازال ما وصلنيش داكشي اللي بغيتي تقصد. اوكي سو اي دونت سي وات يو مين. سوري اي ديدنت هير وات يو سيد. يس سو مثلا نهضر معك شي واحد ما كنتيش سامعه غتقول له اسمح لي ولكن ما كنتش كنسمع شنو كنتي كتقول. اوكي okay. اذا اعيد هاد اربعه ممكن غتحتاجوهم وشوفوا اختاروا نتوما شي وحده فيهم حاولوا تقراو الاخرين لا تصادفوا شي دايلوغ هكا وما تعرفوش. اوكي سو sorry I don't understand. I'm not sure I got your point. I don't see what you mean. sorry I didn't hear what you said. اوكي نايس. سو هادو express a lack for understanding. ناو غادي نشوفو كيفاش نسولو على التوضيح ولا كيفاش نطلبو التوضيح. سو so asking for clarification. asking for clarification اول حاجة ممكن نعبرو بها هي what do you mean. what do you mean. what do you mean exactly. what do you mean please. yes شنو كتقصد. what do you mean قلنا مين هي يعني قصدها. so what do you mean أو what do you mean exactly شنو كتقصد بالضبط. what do you do please يعني شنو كتقصد رجاء. okay so ممكن نزيدو عليها شي حوايج أو لا ممكن تكتفيو what do you mean. can you explain more. can you explain كنا شفنا explain هنايا explain يعني شرحة. so can you explain please واش ممكن انك explain more واش ممكن انك تشرح اكثر. so can you explain more ممكن انك تشرح اكثر. yes نكملو. could you say that in different way. can you say could yeah could you say واش ممكن تقول that هادشي هذا in a different way بطريقه اخرى. تنقولوها مثلا شي واحد يقول لك شي حاجه قول تيقول اولا تيتشر كيشرح شي حاجه فما كيفهم شي واحد فكيقولها بطريقه اخرى. so could you say that in different way. could you be more explicit واش ممكن تكون اكثر وضوح. could you be more explicit هاد ال هادي كما كتقراف could should and would. اوكي كما كتقرا فيهم could نشوف انا شي ورقه. سو هادو غير معلومات اضافيه غتحتاجوهم اوف كورس. سو عندنا could would yes and should هادو ال ما كتقراش فيهم. yes اذا could you say او لا could you be more explicit. اذا هادو asking for clarification نعاودهم بسرعه. what do you mean شنو كتقصد. can you explain more واش ممكن تشرح اكثر. could you say that in a different way واش ممكن تقول هذا الشيء بطريقه اخرى. could you be more explicit واش ممكن تكون اكثر وضوح. so كما كتلاحظوا الدرس سهل ما فيهش بزاف ديال الصعوبات. هذا كان الدرس ديالنا ديال اليوم. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوف معكم بعض التمارين اللي خاصين
في الدرس هذا asking like for understanding and asking for an expression like for understanding and asking for clarification. نتلاقى معكم فيديو جاي. السلام عليكم.